على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فهذه قصيدة سميتها شنودة لا يجيب الأسئلة. قداسة الباب اللئيم، يا من تساوى بالبهيم، يا من يضلل قومه، يا أيها الوغد العقيم، يا من يقول بأنه يشفي من المرض العظيم، هل لا شفيت الآن نفسك أيها الواهي السقيم؟ وعن حالتك الصحية قداسة البابا، لسه مصر ما تعملش عملية وتكمل علاجك دوائيا؟ عمليات العمود الفقري ليست سهلة. يا من يقول بأنه يشفي من المرض العظيم، هل لا شفيت الآن نفسك أيها الواهي السقيم؟ ابعت الرباط تبطل كل المحرمات. أمين. تفضل قم بقوة، قم بقوة. لا ما ينفعش كده، قم بقوة. اسم يسوع المسيح الناصري، اسم يسوع المسيح الناصري، اسم يسوع المسيح الناصري، اسم يسوع المسيح الناصري. قداسة الباب اللئيم، يا من تساوى بالبهيم، يا من يضلل قومه، يا أيها الوغد العقيم، يا من يقول بأنه يشفي من المرض العظيم، هل لا شفيت الآن نفسك أيها الواهي السقيم؟ أنا ما سألتك نقل جبل أو على ماء تقيم، أنا ما سألتك غير معجزة إذا ما كنت ذا شأن عظيم. ولدي شيء آخر، إن كنت ذا سمع سليم أسألك، هل قال المسيح بأنه رب قديم؟ أو قال في الإنجيل أن لآدم ذنب عظيم؟ بل أين في الإنجيل نسوت ولاهوت وروح القدس أين ترى يقيم؟ أسألك، هل خجل المسيح كما تقول ولم يقل إني أنا الرب العظيم؟ بالله يا هذا الشنودة، أين عقلك؟ أين فهمك يا بهيم؟ كيف استطعت الكذب والتدليس في ثقة على الرب العظيم؟ يا أيها السحار، أسأله تعالى أن تخلد في الجحيم من أجل من أضللتهم، من أجل من آذيتهم بالسحر والعمل اللئيم. يا من يبول بثوبه به، أتلاطح المولى العظيم؟ يا من يعيش لبطنه وشذوذه، أتقول إني كالعليم؟ وجميع أباء الكنيسة يسجدون له، أهذا يستقيم؟ تركوا السجود لربهم جهلا وسجدوا للسقيم، عبدوا مع الرحمن أربابا وأصناما وما عرفوا الطريق المستقيم، وتنكبوا طرق النجاة ومال أكثرهم إلى هذا الرجيم. هذا الحقير يسوق أتباع الكنيسة للجحيم، هذا الحقير إذا ذكرت الله يلوي عنقه مثل البهيم، وإذا رأى الشيطان يذكر سر وابتسم اللئيم. هذه القصيدة أهديها إلى البابا شنودة، بابا الأسكندرية، وإن شاء رب العباد سوف يتلوها قصائد أخرى من أجل من أضل الناس عن طريق الله عز وجل ودلهم على طريق النار، طريق جهنم وبئس القرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا إخواني الأحباء.